السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي. راح أكون اليوم وياكم في خطوات الجزء الثاني من خطوات عمل مينيونز. باليوتيوب السابق سوينا خطوات عمل القدم والذراع، واليوم إن شاء الله راح نكمل لكم خطوات عمل الجسم. سوينا القدم الأولى وهي القدم الثانية، ما نغلق الشغل، نترك الخيط مثل ما هو. راح نشكل القدم الثانية ويا القدم الأولى هذا الشكل. احنا ايش راح نسوي؟ ما راح نرتفع باي سلاسل بهذا الشكل، نحط القدم الاولى والقدم الثاني. المكان اللي غلقنا من عند الشغل راح نحوق غرزة واحد، وهذا المكان اللي حكنا منه غرزة نحط عليه العلامة. بعد ما حطينا علامة راح نحوق غرزة فوق كل غرزة. احنا عندنا كل قدم بيها 12 غرزة، نحوق غرزة فوق كل غرزة بحيث يكون عدد الغرز بالقدم الأولى والقدم الثانية 24 غرزة. نكمل القدم الأولى مثل ما تشاهدون، غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل نهاية القدم الأولى، ومن ثم بعد ذلك نسوي القدم الثانية غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز، الغرزة الأخيرة. هسه كملنا الغرز بهذا الشكل، نحسب عدد غرز، يكون عدد الغرز 12 غرزة. راح نجي على القدم الثانية، مو أول غرزة سوينا بها، الغرزة الثانية نحاول شوية نجر الخيط. نفس الشيء راح نحوك غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل أول مكان اللي بدينا من عند الشغل. مثل ما نوهت نحوق غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل. كملنا الشكل الظاهر، عندنا صار عندنا شكل دائري، أو مو شكل دائري وإنما هو هذا الشكل اللي عندنا، يكون على شكل دائرة مكان اللي بدينا من عنده الشغل إلى أن المكان اللي بدينا من عنده الشغل ننهي. عندنا عدد الغرز 24 غرزة. السر القادم راح نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز بدون ما نزيد، احنا عندنا اوريدي 24 غرزة. راح نحوك غرزة فوق كل غرزة الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل بدون اي زيادة، وعندنا عدد الغرز 24 غرزة. بعد ما كملنا غرزة فوق كل غرزة، السر القادم احنا عندنا 24 غرزة. السر القادم راح نحوك 3، 1 2 3، بالغرزة الرابعة نزيد، هاي الغرزة الرابعة راح نزيد، نحط علامة على المكان اللي بدينا من عند الشغل. حط 1 2 3 وزيدنا، نكرر 1 2 3، الغرزة الرابعة نزيد، نكرر، نحوك 3 غرز ونزيد إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز 30 غرزة. بعد ما كملنا صار عندنا عدد الغرز 30 غرزة. السر القادم نحوك 4، 1 2 3 4، والغرزة الخامسة نزيد، نكرر، نحوك 4 ونزيد إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، كنا عندنا عدد الغرز 36 غرزة. بعد ما كملنا صار عندنا 36 غرزة. السر القادم راح نحوك 5، 1 2 3 4 5، والغرزة السادسة نزيد، نكرر، نحوك 5 ونزيد إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز 40 غرزة، العفو 42 غرزة. بعد ما كملنا صار عندنا 42 غرزة. هسه راح نبدي نحوك غرزة فوق كل غرزة، راح نشتغل 4 سراوات، نحوك 4 سراوات غرزة فوق كل غرزة بدون ما نزيد او ننقص، نحوك 4 سراوات ونرجع. بعد ما كملنا 4 سراوات صار عندنا الشكل ظاهر امامنا. هسه راح نغير اللون، الغرزة الأخيرة نغير بها اللون،
هذا الشكل، نسحب الخيط ونحط اللون، لون الجسم. بعد ما غيرنا اللون يشد الخيط، وبعدها راح نحوك غرزة فوق كل غرزة. بس كل مرة احنا نحوك حياك عادي بهذا الشكل ندخل الأبرة. هسه لا، راح نحوك غرزة من الخلف، غرزة فوق كل غرزة من الخلف بهذا الشكل. أكرر، من الخلف. احنا عندنا 42 غرزة، نحوك غرزة من الخلف نحوق غرزة من الخلف إلى أن نوصل مكان بدينا من عند الشغل. بعد ما كملنا حكنا غرزة فوق كل غرزة من الداخل، راح نحوق 5 سراوات. إحنا أوردي سوينا سرة، راح نحوق 4، نحوق 4 سراوات غرزة فوق كل غرزة ونرجع. إحنا حكنا سرة، راح نحوق 4، يصيرون 5. راح نحوق 4 سراوات غرزة فوق كل غرزة بدون ما نزيد، وإحنا عندنا عدد الغرز 42 غرزة. راح نحوق 4 سراوات ونرجع. بعد ما كملنا 5 سراوات صار عندنا الشكل ظهر أمامنا. هسه راح نشكل الذراع ويا الجسم، نحوق إلى أن نوصل مكان القدم، حيث تكون الذراع مساوية للقدم نفس المستوى. نحوق غرزة إلى أن نوصل مكان اللي نخلي به الذراع الأولى. بعد نحوق غرزتين، 1 مثل ما قلت إنه هذا ما يحتاج نحسب، بس مجرد إنه يكون القدم مستوى الذراع. نحوق غرزة الأخ. هسا راح نسوي الذراع الأولى، اثنين، نتأكد ان الذراع نفس مستوى القدم، 3، ناخذ 4 غرز ويا الذراع الاولى، 1 شوية يكون قوي نسحبه. الغرزة الاخيرة شكلنا الذراع الأولى نفس مستوى القدم، نحوق غرزة إلى أن نوصل اتجاه أو مكان الذراع الثاني. نحوق غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل اتجاه القدم، نحوق إلى أن نوصل القدم الثانية. نشوف المستوى نفس مستوى، راح نحوق غرزة بعد ونشكل الذراع الثانية. همين نفس ما سوينا خطوات الذراع الأولى نسوي الذراع الثانية. 4 غرز ويا كل ذراع، هاي 1، 2، 3، 4 اللي بعدها 3، هاي الغرزة الأخيرة 4 غرز. صار عندنا هذا الأمامي، قسم الأمامي والخلفي. راح نحوك غرزة نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل. هذا المكان اللي بدينا من عند الشغل بعد ما سوينا، صار عندنا الشكل مثل ما تشاهدوا. هسا ايش راح نسوي؟ راح نحوك 5 سراوات غرزة فوق كل غرزة بدون ما نزيد او ننقص. احنا عندنا اوريدي 42 غرزة، راح نحوك 5 سراوات غرزة فوق كل غرزة مثل ما قلت، نحوك 5 سراوات ونرجع.
أعزائي، بعد ما كملنا 5 سنوات صار عندنا الشكل الظاهر أمامنا مثل ما تشاهدون هسه. شوية الشكل المنيان كمل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نحك نحك 5 غرز وننقص بالغرزة السادسة السرة، والسرة اللي بعدها نحك 5 وننقص. أعزائي، بعد ما كملنا صار عندنا الشكل الظاهر أمامنا، حكنا 5 سراوات، أخذنا الطول المناسب. هسه اللي بعدها راح نحك 5، 1، 2، 3، 4، 5 في الغرزة السادسة ننقص، نكرر نحك 5 وننقص إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل. والسرة اللي بعده نحك 4 وننقص، والسرة اللي بعده نحك 3 وننقص، والسرة اللي بعده نحك 2 وننقص إلى أن نوصل، واللي بعده نحك غرزة وننقص إلى أن يكمل عندنا شكل الرأس. فمثل ما قلت نحك 5 وننقص سرة، والسرة اللي بعده 4، والسرة اللي بعده 3 وننقص، واللي بعده 2 وننقص، كذلك السرة ما قبل الأخير 1 وننقص، ووراها نبدي ننقص غرزة غرزة. نكمل هاي الخطوات ونرجع، وإن شاء الله هاي الخطوات كلها موجودة بالعلب تقدرون تشوفوها. بعد ما كملنا نقصنا، حكنا 5 ونقصنا 4 ونقصنا و3 ونقصنا إلى أن كملنا الرأس، الخيط للرأس. وبهذا نكون كملنا وياكم الجزء الثاني من خطوات عمل المينيونت، وإن شاء الله باليوتيوب القادم نكمل باقي الخطوات.